بنرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما طول الوقت بنتكلم أن سوق العمل في العالم كله اختلف بعد أو خلال جائحة كورونا، وإحنا أدركنا ده الحقيقة في الوقت ده. دلوقتي متطلبات سوق العمل بقت مختلفة تماماً عن اللي إحنا كنا عارفينه، وعشان كده العالم كله دلوقتي بيتجه للتحول الرقمي والتخصصات الجامعية اللي بتهتم بعلوم البيانات والاتصالات. عشان كده احنا في مصر بقى عندنا تركيز كبير جدا على تأهيل الشباب وخريجي الجامعات على وظائف المستقبل في ظل تطور الذكاء الاصطناعي تحديدا. كمان زي ما انت قلت كده بالظبط يا جمانة، ربط التعليم بسوق العمل هو كان اهم الاهداف اللي ربما سعت إليها عدد كبير جدا من الجامعات المصرية. خلينا نتكلم دلوقتي عن مستقبل التحول الرقمي في مصر. إزاي استعدت الدولة المصرية لقصة التحول الرقمي من خلال علوم البيانات، من خلال علوم الاتصالات، من خلال علوم الذكاء الاصطناعي؟ ضيفتنا النهاردة الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، ودي جامعة أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة، وفيها عدد كبير جدا من التخصصات المعلوماتية اللي هنتعرف عليها بالتفصيل عشان نعرف خطة الدولة في التعليم من خلال الاتصالات. أهلا بك يا دكتورة ريم. أهلا بحضرتك، شكرا للدعوة. شكرا جزيلا. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. في البداية خلينا نعرف السادة المشاهدين دكتور عن جامعة مصر المعلوماتية، عبارة عن إيه؟ إيه المختلف فيها عن باقي الجامعات؟ إيه اللي بتقدم والتخصصات حتى الجديدة؟ يعني فيها تخصصات جديدة كمان. هي جامعة مصر المعلوماتية جامعة زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هي جامعة أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي كجامعة أهلية، كجامعة من أوائل الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اللي هي متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو عشان كده بنسميها المعلوماتية، والتخصصات اللي متأثرة بيها بشدة. فكان الفكر هو جامعة تخصصية لعلوم المستقبل أو حتى علوم الحاضر والمستقبل اللي هي مطلوبة لسوق العمل المحلي والعالمي. من هنا كان عندنا 4 كليات، كلية الهندسة وهي ليست كلية تقليدية لأني برضو بتركز على التخصصات اللي تهمنا اللي هي اتصالات، إلكترونيات، دي مهمة جداً، الحاسب، هندسة الحاسب، ميكاترونيكس، هنفتحوا البرنامج إن شاء الله السنة دي يعني مع الدفعة الجديدة اللي داخلة دلوقتي، وهندسة صناعية باعتبار اللي هي الثورة الصناعية الرابعة. إنما وفي بقى كلية علوم حاسب ومعلومات، كلية علوم حاسب ومعلومات اللي هي فيها التخصصات أو المسارات اللي بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي زي الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، علوم وهندسة البيانات، هندسة البرمجيات، برمجة الألعاب الإلكترونية، دي برضو من التخصصات اللي مطلوبة جدا بالضبط كده، وهكذا فيها تخصصات مختلفة، وفيها السايبر سيكوريتي بالضبط اللي هو أمن المعلومات الإلكتروني أو الأمن السايبراني، وطبعا تخصص علوم حاسب عموما للي بيحب اللي هو التخصص الأساسي الكور. فدي كلية. الكلية الثالثة يمكن أحب أتكلم عليها لأنها برضو مختلفة، هي كلية تكنولوجيا الأعمال، فهي خليط بين إدارة الأعمال وبين التكنولوجيا والتخصصات الجديدة والعلوم بقى اللي هي علوم وهندسة البيانات داخلة فيها بشدة، البيتكوين واللي بنتكلم عليه دلوقتي، والفينتك أو تكنولوجيا التمويل برضو بنتكلم عليه دلوقتي، فيها تخصص اللي هو تحليل الأعمال اللي هو بيدخل فيه الذكاء الاصطناعي وبيدخل فيه برضو اللي هو تعلم الآلة وهكذا، في اللي هو بنسميه اللي هو التسويق الرقمي، وده مهم جدا زي حضرتك دلوقتي كل التسويق دلوقتي بيشتغل من السوشيال ميديا وغيره وغيره، ده كلها تسويق رقمي. ففيها تخصصات متميزة جدا ومش متوفرة كثيرة ومطلوبة جدا في سوق العمل. الكلية الرابعة واحنا بنقول دي الفاكهة عندنا بتاعت الكليات اللي هي الفنون الرقمية والتصميم. الفنون الرقمية والتصميم هي ليست بالضبط، هي الفنون ليست الفنون الجميلة بالشكل التقليدي أو الفنون التطبيقية، يعني برضو فيها التخصصات اللي هي دمج بين التكنولوجيا وبين الفنون، فعشان كده بنسميها فنون رقمية وتصميم. دي بتأهل الطالب لإيه؟ يعني عندنا احنا فتحنا برنامجين كنا من السنة اللي فاتت اشتغلوا بالفعل، فدي السنة الثانية للطلبة، هو بيبقى عندهم سنة تأسيسية ثم سنة ثم بيبدأوا التخصص، فبدأنا في برنامجين منهم اللي هو تجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية. يمكن حضرتك تلاحظوا هنا الألعاب الإلكترونية موجودة هنا، تصميم في كلية فنون رقمية وتصميم،
وموجودة في الجانب الآخر في كلية علوم الحاسب اللي هي البرمجة والجزء. فالطلبة ممكن من الجانبين يبدأوا بيشتغلوا على مشاريع مشتركة. يعني الألعاب الإلكترونية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي السوق بتاعه ضخم. مفتوح جدا وكبير، والتخصص ده مش متوفر لسه في مصر. صحيح. لا وما فيهوش هويتنا كمان، يعني إضافة لقلته جمانة. صحيح. إحنا ما عندناش الهوية المصرية أو العربية في السوق ده، دايما صحيح. بنلاقي الهوية الغربية، بنلاقي العنف، بنلاقي الدم. صحيح. مش حاجات القريبة مننا يعني. صحيح. هو في الفنون الرقمية بقى بيركزوا على الجانب الفني والرقمي، يعني برضو الطلبة بيتعلموا شوية في البرمجة واستخدام التطبيقات المختلفة كمان، إنما الجانب الفني في الألعاب فده مهم جدا، ويحطوا فيها الهوية بتاعتنا فده مهم جدا. تجربة المستخدم مثلا كبرنامج برضو ذكرته أو بنسميه اليوزر إكسبيرينس، ده مطلوب في حاجات كتير، مطلوب حتى في المنتج زي الموبايلات اللي احنا بنستخدمها كلنا. لو حضرتك ما عندكش اللي بيصمم بتجربة المستخدم اللي هو متعلم كويس الجانب الفني ده، حضرتك هتتعب وانت بتستخدم الموبايل، لانك مش عارف توصل للمعلومة بالشكل السهل، بالشكل السلس، بالشكل اللي بيراعي الألوان وبيراعي حاجات كتير، انه يوصل بسرعة للمعلومة، يقدمها ازاي وهكذا. فدي على كل المنتجات، يعني الشركات والمصانع بتحتاج برضو الشخص اللي بيعرف تجربة المستخدم. إنما طبعا في بقى التخصصات التانية زي ما حضرتك قلت اللي هو الرسوم المتحركة والجرافيك ديزاين، التصميم وهكذا. طبعا خلينا كمان نضيف لحضرتك اللي قلتيه دكتور ريم انها جامعه مصر المعلوماتيه هي جامعه اهليه غير هادفها كمان للربح، عشان برضو تبقى المعلومه كامله والصوره كامله للساده المشاهدين. طيب سؤال ممكن برضو يجي في ذهن حد بيتفرج علينا، ممكن يقول انا ابني ما عندوش الخبره التكنولوجيه العاليه اللي تؤهله انه يدخل جامعه بهذه التخصصات. ممكن في ابنائنا كتير جدا من طلبه الثانويه العامه لا ما مش بالقوه او بالكفاءه العاليه في استخدام الكمبيوتر، يعني عندهم الخبره البدائيه الاستخدام البدائي جدا. ازاي ده يعني ازاي الطالب بيدخل؟ هل بيتطلب تاهيل معين او درجه معينه من التاهيل عشان يقدر يخش او يلتحق باي كليه من كليات جامعه مصر المعلوماتيه؟ لا ده بيبقى دورنا حضرتك احنا في الجامعه ان احنا نعلمه ده. يعني احنا عندنا احنا الحقيقه اهتمينا في الجامعه بجانب الاكاديمي والجانب العملي، بما اني بنتكلم على سوق العمل فاحنا بنعمل الاثنين. الجانب الاكاديمي عشان نضمن ان المستوى يبقى مرتفع اكاديميا، عملنا اتفاقيات مع كبرى الجامعات في العالم بحيث ان احنا بنحاكي المناهج الدراسيه بتاعتهم، والطالب والله لو قدر يمشي المشوار بحيث انه يقدر كمان ان هو يدرس، هو بيطلبه برضه ان هو في بندرس البرامج بتاعتهم هنا عندنا، ثم بياخد بعض الكورسات حتى هم بيدرسوها له اونلاين برضه، ثم ممكن يسافر السنه الاخيره برضه في الجامعه الاجنبيه. بس اللي عايزه اقوله هنا الاهتمام باني محاكاه نفس البرامج بنفس التدريس بحتى المعامل، محاكاه المعامل بتاعتهم تبقى موجوده عندنا. ده في كليات ايه بالظبط؟ عندنا مثلا في هندسه في اتفاقيه مع بيردو واسلافايت، دي رقم 4 على اليو اس نيوز 2023، رقم 4 في تخصص الهندسه. اتفقنا معاهم في الالكترونيات اللي هو تخصص عندنا الكترونكس وكوميونيكيشن او الكترونيات واتصالات وهندسه الحاسب. وعندنا اتفاقيه مع مينيسوتا توين سيتيز، دي جامعه امريكيه، الاثنين دول جامعات امريكيه، مينيسوتا توين سيتيز مع تخصصات كلية علوم الحاسب والمعلومات بكل المسارات اللي فيها زي الذكاء الاصطناعي وهندسة وعلوم البيانات وهكذا. وعندنا اتفاقية مع جامعة أوتوا، جامعة أوتوا فيها التلفر سكول اوف مانجمنت أو اللي هي إدارة الأعمال، دي رقم واحد، دي من أكبر 1% في العالم على مستوى الجامعات العالمية، في لأن هي واخدة حاجة بيسموها تريبل كراون أكريديتيشن أو الاعتماد الثلاثي، فبيسموه التريبل كراون أكريديتيشن وهكذا. وفنون رقمية بدأنا إن احنا مش بدأنا احنا بدين يعني من شوية، إنما احنا شغالين على برضو اتفاقية وإن شاء الله نوفق فيها. طيب ميزة الاتفاقية دي كذا حاجة، أولا إن الطالب بنضمن المستوى العلمي اللي هو بيتعلمه اللي هو على أعلى مستوى طبعا. محاكاة مع كبرى الجامعات. احنا عندنا بقى الجانب الآخر والاهتمام بالجانب العملي. حضرتك احنا وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عشان تنشئ هو اهتمامها ان احنا خريج
يكون متفوق ومتميز في سوق العمل عشان يفتح أسواق العمل في هذه المجالات. بندربه فين بقى في مصر؟ بندربه في أصله مش بس الأماكن، احنا بنعمل اتفاقيات مع كبرى الشركات بقى في المجال القطاع ده، يعني بنعمل مع يعني انا بس مش عايزه اذكر حد وانسى حد، لما احنا عاملين اتفاقيه مع اي بي ام، مع تيرا ديتا، مع مايكروسوفت، مع وزاره الاتصالات بقى، يعني لما يعني يعني الشركات الحقيقه التايكونز يعني بالظبط كده. انا بس يعني ما كنتش دايما بفضل اذكر عشان ما ابقاش نسيت حد، انما الاتفاقيات دي كلها وتفعيلها بيخلينا بنعملها بقى باشكال مختلفه. واحد منهم انه ممكن طبعا الطالب يتدرب عندهم. ده طول السنه ولا سمر كامب يعني ولا؟ حاليا بنعملها في الصيف، لان احنا دلوقتي الطلبه في السنه الثانيه طالعين الثالثه، فبنعمل تدريب في الصيف. انما كمان في جزء من بناخد بعض المقررات عندنا والجانب العملي بيطعم او بيدمج باحتياجات السوق من خلال الشركات، البرامج التخصصيه بتاعتهم، فممكن تدخل جزء من المقررات كمان. فدي مهمه قوي. هو برضو اللي بيميز الجامعه في راينا يعني هو كمان الايكو سيستم او تواجدها. دي الجامعة الأهلية اللي موجودة في العاصمة الإدارية في قلب مدينة المعرفة، اللي هي يعني بنسميها الاي تي هاب او المركز الاي تي في العاصمة الإدارية. طيب ده معناته ايه؟ معناته ان الجامعة حواليها مؤسسات تدريب ومؤسسات بحثية تطبيقية متميزة، الستارت ابس او الشركات الناشئة في التخصصات اللي تهمنا بدأت دلوقتي بتيجي، ففي 10 شركات تعاقدت ان هي تتواجد عندنا وعلى اساس حاضنه في يعني محتضنه في مدينه المعرفه. جميل. وهكذا وتباعا يعني بخلال سنوات قليله حضرتك هتشوف مجموعه من الشركات اللي متواجده حواليهم. طب ميزه ده للطالب ايه حضرتك؟ ده لما ينطلق الطالب هيبقى مش مجرد بيتدرب التدريب اللي هو قبل طبعا التخرج، ده ممكن ان هو يتدرب مثلا في صيف سنه ثانيه فيدخل في مشروعات معينه مع هذه الشركات فيثبت نفسه، تبقى الشركه عايزاه طول السنه. صح. يبقى بيطلع من المحاضره عنده بريك في النص، يطلع للشركه يروح يكمل حاجه ويرجع، وطبعا في حاجات ممكن يعملها اونلاين ويقدر يبقى فريلانسر ويقدر يبتدي هو لو عايز يبتدي حاجه لنفسه. حتى بعيدا عن كل ده يقدر السي في بتاعه، السيره الذاتيه بتاعته هتبقى مليانه بخبرات مختلفه من شركات كبيره كفيلة انها تؤهله انه يشتغل على طول في شركات كبيرة جدا يعني. ده حقيقي، ده حقيقي. دكتور احنا بنتكلم عن جامعة مصر للمعلوماتية انها بهذا الحجم وبهذه الأهمية، خاصة احنا بنتكلم في تخصصات دقيقة جدا وجديدة كمان. فكرة الوافدين او الطلبة الأجانب، عايز اعرف من حضرتك التجربة دي شكلها عامل ازاي؟ احنا بنتكلم يمكن قبل الهواء قلتي لي انه بالفعل في طلبة غير مصريين موجودين. في حاليا بس العدد لسه قليل، لان احنا بدانا من سنتين، دي السنه الثالثه داخلين. انما اللي عملناه ده في حد ذاته نجاح يعني، ده اصل سنتين مش وقت طويل برضه. ده فعلا اللي احنا عملنا حاجتين. اولا جذب عشان نضمن برضه المستوى، مش بس المستوى الاكاديمي والخبره العمليه، انما احنا عايزين نجذب المتفوقين. فعلى مستوى مصر جذبنا أوائل طلبة ثانوية عامة وتقدمت بمبادرة، تقدمنا كانت مبادرة من السيد رئيس الجمهورية وبدعم وتمويل من شركات القطاع لأوائل الثانوية عامة. فإحنا عندنا خلال السنتين دول 50 طالب من أوائل الثانوية عامة. أوائل بنتكلم على أول 200، فدول أوائل أقوية جدا يعني. طيب الهدف من وجودهم إيه؟ أولا نديهم الفرصة للتجربة دي إن هم يمروا فيها وللتعليم، إنما كمان ده بيرفع من المستوى العام، لأن لما يبقى في مجموعة زي كده متميزة من الطلبة، كل الطلبة بيبدأوا يتنافسوا إن هم عايزين لهذا المستوى ويوصلوا، فدي حاجة بتسحب التعليم كله لفوق، فدي حاجة كويسة ومحمودة يعني. انما كمان بنجذب بيها من خلالها برضو الوافدين اللي مهتمين بان هم يتعلموا التعليم الجيد واللي مطلوب لسوق العمل. فدي تجربه اعتقد ان هي الى حد كبير فريده. طبعا الجامعات الاخرى بتدي منح، بس احنا عندنا كان العدد ضخم ومن الاول، فاعتقد ان هي تجربه فريده وتستحق يعني التوثيق. اللي بيتفرج علينا يقول طب انتوا بتاخدوا من كام في الميه؟ التنسيق بتاعكم عامل ازاي؟ وعندكم كم طالب في المدرج؟ يعني ما ممكن اخش هندسه من اي كليات الهندسه والاقي المدرج قد كده، هل انتوا العدد اقل؟
هل السعر اغلى ولا مقارنه بكليات الهندسه؟ يعني هل هي جامعه اهليه فهتبقى اغلى من الكليات التانيه ولا؟ يعني تفاصيل كتير ليها علاقه باللوجيستكس يا دكتور. طبعا احنا جامعه اهليه غير هادفه للربح، انما الجامعات الاهليه بتبقى مصروفات. نظرا للتخصصيه في الموضوع والمعامل بتبقى مكلفه الى اخره، فطبعا عندنا مصروفات دراسيه مش صغيره، بس مش العاليه، مش زي الجامعات الدوليه مثلا. فزائد ان احنا بندي مجموعه من المنح المتدرجه حسب تفوق الطالب برضو لتشجيع المتفوقين. لكل الطلبة الحقيقة بندي 30% أو 35% تخفيض لكل الناس، إنما بنبدأ بقى لو هو جايب 80% وطالع نبتدي نديله منح أكتر فأكتر فأكتر، ونهاية اللي هي المنحة الكاملة لأوائل الثانوية العامة. طيب دكتور، حيوة هنتكلم عن جامعة مصر المعلوماتية وطلاب جامعة مصر المعلوماتية والفاليديشن أو يمكن الشراكة بين هذه الجامعة وجامعات عالمية كبرى. دي بمثابة بنية تحتية، عندنا شباب قادرين هم يخرجوا لسوق العمل العالمي بكفاءة عالية جدا ويكونوا مؤهلين بالفعل. ويمكن واحنا بنتكلم حتى على فكرة الفريلانسينج وانه يكون عندنا شباب بيقدر ان هو يشتغل من مصر لشركات كبرى بره، يعني قصة فعلا كبيرة جدا، مش ممكن يعني ممكن لازم حد يعني يحاول يعرف اكتر عنها عشان يعرف مدى حجم الموضوع ده تحديدا. عايز اعرف من حضرتك، شايفه سوق العمل اختلف في ايه؟ لانه ممكن حتى الان بنسمع انه كليات القمه اللي هي طب هندسه وما الى ذلك، مصطلح كليات القمه. عايز اعرف من حضرتك ازاي سوق العمل اختلف ومتطلبات سوق العمل اختلفت، وانه مصر دلوقتي ازاي بتؤهل ولادها انها تكون موجوده وتنافس في سوق العمل. طبعا خطة التحول الرقمي وتنفيذها الحالي اللي بيجري في مصر ده بيبين أهمية التخصصات اللي عندنا. التحول الرقمي حضرتك مع الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة اللي يعني خلاص على الأبواب يعني أو دخلنا فيها، احنا بنتكلم على ان هذه التخصصات سواء انترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، علوم وهندسة البيانات وهكذا، دي تخصصات أصبحت موجودة مطلوبة في جميع المجالات. يعني صحيح. حتى لو دخلنا في مجال الطب صحيح. حضرتك محتاجة التخصصات دي، فلازم يشتغلوا مع خلفية تكنولوجية أصلا. بالضبط كده. لازم يبقوا مع بعض يشتغلوا كفريق عمل، ففريق العمل حتى في الأماكن اللي هي الطبية لازم يبقى فيها المجالات دي موجودة. طيب ده بيعني إيه؟ بيعني أن الخريجين دول مطلوبين في جميع مجالات العمل، غير بالإضافة اللي حضرتك ذكرتيه الفريلانسينج أو اللي هو يشتغل ويعمل حتى شركته، يعني في اللي هو فريلانسينج يشتغل من على بعد. التخصصات دي ميزتها أنه ممكن يشتغلوا من على بعد، يعني ممكن البنات تبقى فرصة كويسة ليها. صحيح. لأنه ممكن يبقوا هنا ومن المنزل، إنما بيشتغلوا مع شركات عالمية وبيشتغلوا كفريلانس. صحيح. ومن الخارج يعني، بالإضافة اللي هو يعملوا الشركات الناشئة. التكاليف بتختلف طبعا حسب دقة التخصص، يعني لما بيشتغل في الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب بأشكالها المختلفة، دي التكلفة بتبقى أخف بالنسبة له عشان يشتغل وهو فريلانس أو بيعمل شركة. إنما لو دخلنا بقى في حاجات زي الألعاب الإلكترونية التكاليف أعلى، يعني بتحتاج أجهزة تخصصية غالية يعني مش رخيصة، فالإنفراستراكشر بيحتاج. لو كلمنا على تصنيع الإلكترونيات أو تصميم ثم تصنيع، الموضوع مختلف وبيتدرج. إنما إحنا دولة عندنا عدد كبير من الشباب، نسبة صحيح. الشباب عالية جدا في مصر. صحيح. ولا ينقصنا المخ ولا ينقصنا إن هو يبقى دؤوب في شغله، إنما إحنا عايزين نزود من عدد المتعلمين التعليم الجيد واللي عنده خبرة العلمية كويسة ومستعد إن هو يدرب نفسه ويعلم نفسه باستمرار، لأن دي علوم بتتغير على طول. وده دورنا إحنا كجامعات، إن إحنا نأهل الطلبة بهذا الشكل، مش بس جامعتنا، الجامعات الأخرى. وده هينقل مصر واقتصادها طبعا أكيد. هو ده اللي عايز أسأل حضرتك فيه. السؤال الأخير، ربما وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات هي الوزارة المسؤولة عن هذه الجامعة، إزاي بتأهل الكوادر دي إنها تشتغل في الحكومة المصرية؟ هي الوظائف التي تطلبها الحكومة المصرية في المجالات اللي الناس بتتخرج فيها من عندكم؟ هل الحكومة
وصلت لحالة من الرقمنة إنها تطلب ناس في الذكاء الاصطناعي، في الأمن السيبراني، في علوم الحاسب. إحنا واصلين لغاية فين وناقصنا إيه علشان نأهل دول يطلعوا كمان بحكومتنا إن هي تبقى حكومة ذكية؟ الحقيقة ده مطلوب بالتأكيد، ومطلوب مش بس من الحكومة، مطلوب من الشركات. هو أنا تعليقي لما الطلبة بيقولنا في الأول وبنعمل لقاء كده مع الطلبة أو أولياء الأمور، إنه لما ساعات بنتسأل على هل الطالب من عندنا هيتخرج يشتغل في الحكومة أو في وزارة الاتصالات، الحقيقة كنت بقول لهم يعني أنا أتمنى يعني إنه أنت هتبقى متفوق، فمش عايز تشتغل إن أنت تروح تاخد وظيفة حكومية زي الميري بتاع زمان يعني اللي هو الجاذب، أنا عايزاك تنطلق الحقيقة. فيعني نجحنا في إني حضرتك ممكن يبقى في يشتغل في شركة متعاملة مع بالظبط كده. ما هو أنا برضو الحكومة بتطور نفسها وبتعمل بالظبط كده يا فندم. الشركات والتحول الرقمي والرقمنة ده مهم جدا، والتحول الرقمي ليس فقط ميكنة الأعمال المختلفة، التحول الرقمي هو إن يبقى فعلا التحول، لأن كل شيء بتستخدمه رقمي وبتستخدمه بذكاء وبسلاسة، فده بيحتاج طبعا التخصصات المختلفة اللي عندنا. وإزاي وزارة الاتصالات بتسندنا؟ وزارة الاتصالات بتدرب الطلبة، بتجيب الشركات كمان لينا وبتعرفهم بالطلبة للتدريب المختلف، فتخصصاتنا مطلوبة. يعني احنا عندنا طلبة السنة دي كانوا سنة أولى وبدأوا يفكروا في التدريب في الصيف، أنا كنت بقول لهم ننتظر بس للسنة الثانية، إنما طلبة سنة ثانية طبعا بينطلقوا، في منهم مع نفسهم وفي منهم احنا اللي وفرنا لهم منح تدريبية ووزارة الاتصالات والشركات المختلفة. طبعا احنا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بنشكرك طبعا على كل هذه التفاصيل، وانا متفائلة جدا الحقيقة يمكن الكوادر اللي هتتخرج من هذه الجامعة، ومهم كان يبقى التخصصات دي موجودة وهذه التخصصات الدقيقة كان مهم جدا انها تكون موجودة عندنا. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور. شكرا لحضراتكم، شكرا لوقتكم.